النقطة أو الموضوع اللي هتكلم عليه النهاردة حسب العادة اللي بحب أعملها مع الشبان إن أتكلم في المواضيع الحيوية اللي تهمهم في واقع الحياة. فالموضوع اللي اخترته ليكم هو بناء شخصية الشاب المسيحي المصري في الوقت المعاصر. ايه المواصفات بتاعة الشاب او الشابة؟ طبعا لا اقوله على الولد يمشي تقريبا على البنت فيما عدا اختلافات بسيطة. المجتمع بتاعنا بيتغير تغير سريع تغير سريع. الجيل اللي انا عشته لما كنت تلميذ في المدرسة تختلف خالص خالص عن الجيل اللي درسته في النقراش النموذجية الثانوية، يختلف خالص عن الجيل اللي انا سبته لما تكرست للمسيح وسبت التربية والتعليم، ويختلف خالص خالص عن الجيل اللي موجود حاليا. العيل انا شفت عيال صغيرين 3 سنين ونص بيحتج على ابوه احتجاجات عجيبة جدا. انت قلت لي من 3 اشهر هتجيب لي لعبة كذا، لماذا لم تنفذ؟ ده ودي اللي سمعت الكلام ده. الولد بيقول لابوه كده عايز 3 سنين كده، فابوه وقف اتلبس وبيقول لي شوف اتصور، علشان ابوه افتكر انه بيسرح بيه وبيقول له ان شاء الله بشوف لك لعبه كذا الحلوه بتاعت التلفزيون دي اللي. واللعبه اللي بيتكلم عليها مكتوب عليها في بره انها سن 7 سنين لغايه 10، والولد اللي عاوزها بتاع 3 سنين ونص. مما يثبت على ان حتى الستور بتاع الالعاب اللي بره متخلف عن الاجيال، وفاكر ان الاولاد لسه زي زمان مش عارف ان ازاي بيعرف ينشن بالمسدس بتاعه يقوم يحرك في لعبة التلفزيون الاهلي والزمالك والبتاع بالطريقة بتاعته ويجيب اجوان وهو عاملها بالمسدس. حاجة غريبة جدا، عقليات ضخمة وافكار ومشاعر مضطربة وعالم قلق وعالم مترابط. انا ما اقدرش ابدا انزع اي شاب في مصر عما يحدث في طوكيو ولا في مثلا ايران او في لندن. كله حاجة اللي بتحصل في اي بلد من البلاد بتؤثر على العالم كله تأثير كبير. في ميدان اسمه سكوير تايم في مانهاتن في نيويورك، وكتر دلوقتي بقى موجود في لندن وموجود في جنيف، ان الميدان ده تبقى وانت واقف تبص تلقى باللمبات في الاعلان بتعمل الاخبار بتاعة العالم كله اللي بتحصل وانت واقف في الميدان. يعني انا اتذكر مرة ان انا لما كنت في امريكا كان عزلوا امبراطور اثيوبيا، فكنت موجود في الميدان ده بشتري حاجات، وبصيت كده هو للنبأ فلقيت المكتوب بالانجليزي عزل امبراطور اثيوبيا وقيام ثورة شيوعية في الحبشة في نفس اللحظة اللي انا كنت واقف فيه. العالم بقى كله مترابط مع بعض، فانا بحكي الحاجات دي كلها. وكمان تبص لان الايام كان الواحد قاعد في المكتب بتاعه في ملاوي يمر عليا واحد يقول لي سيبنا، يقول لي نعم، يقول لي انا عندي فردة كعب رايح لباريس وراجع كمان 2 3 شهور. فردة كعب رايح باريس وجاي
مش عاوز حاجة. حاجة وانا فاكر وانا عايز غير في اولى ثانوي كده اللي هي تلت اعدادي كنا عملنا مخاطرة ضخمة واتقلب لها البيت والحكاية ان احنا روحنا جنينة الحيوانات. من الشبرة لجنينة الحيوانات واتقلب البيت ازاي تروح جنينة الحيوانات والبتاع وتعدوا وتعدوا الترماي لا بالنبي شوف الفرق بقى من بين وجيل. وقعدت اتذكر على ازاي لما عملت لنا محاكمة ان احنا عدينا الترماي اللي في شارع كولوبيه ولا اللي مش عارف في العتبة ولا اللي في ميدان التحرير كان اسمه عصر النيل زمان حاجات. على اي حال يا اولادي انا بحكي لكم الحاجات دي كمقدمة تريكم اننا نحن نعيش في عصور في عصر يسموه عصر التطور السريع. وعلى الكنيسة وعلى الدولة وعلى المجتمعات انها تلاحق بل وتسبق هذه التقدم باعداد اولادها عشان ينفعوا للأجيال الجاية. وزي ما انتوا بتشوفوا ان مصر بتعمل مؤتمر اسمه علماء بتاع سنة 2000 مصر 2000 وبلاد العالم كلها بتعد للألفين والألفين وحاجات كبيرة خالص. ده انا بسأل واحد بقول له انت رحت بلد غينيا؟ قال لا. قلت له اظن الشارع بتاعتها زي كلوب ايه؟ قال لي لا ده الشارع هناك 50 متر. قلت له غينيا 50 متر؟ الله. قلت له طب وازاي يعملوه 50 متر؟ انا سألت الراجل اللي هناك اللي مسؤول عن الطرق فقال احنا لغاية سنة 2000 هنستعمل نص الشارع، ف2050 هنستعمل الشارع كله. شوف تصور شوف العالم ازاي بيخطط لقدام. انتوا غادي لما بكلمكم عن الحياة المستقبلية احب اني ادرس معاكم ايه المواصفات اللي تخليكم تنفعوا لكنيستكم وتنفعوا لمصر بتاعتنا. مصر البلد بتاعتنا دي بلد حلوة وبلد اوعوا تفتكروا ابدا الطيارات اللي عمالين تسمعوا عليها انها بلد بقت تقرف وبلد زفت وبلد وحشة وبتاع، لا بلد كويسة جدا. ولو وجدت اولاد وشباب مخلصين جدا وبيعرقوا تعبوا علشان يبنوها تبقى من احسن بلاد العالم، من احسن بلاد العالم. وانا عشت وانا صغير متمتع بمصر دي متعة لا تتصوروها، خصوصا ايام ما كنت مدرس في وزارة التربية والتعليم. كانت متعتي ان انا اعيش في المدرسة مع اولادي المسلمين والمسيحيين اللي هناك، ولا ازال الى يومنا هذا كل حتة اروح فيها القى واحد من اولادي اللي عقيد بوليس واللي عميد في الجيش واللي مدير مكتب وزير واللي مش عارف ايه واللي فاتح بنك مدير بنك واللي استيراد وتصدير، حاجة تفرح. وكل ما اروح يقول لي فاكر؟ اقول له فاكر. يقول لي لما كنت تكلمنا عن الشيخ عبد الرحمن الجبرتي؟ قلت له يقول ولما نزل عليهم القنبر ولم يكونوا قد شاهدوا او من قبل عاينوا قالوا يا خفي الالطاف نجنا مما نخاف. الواد حافظ صور هذه الكلمات اللي اتقالت في فصل من الفصول لتعليم الاولاد على ازاي الصراع ما بين الحضارة الفرنسية لما دخلت ومصر والحاجات دي من حوالي 25 سنة.
وهو فكرها ويقول احنا ما ننساش محبتك وحبك وعلاقاتك واواوا. انا احب قوي ان كل واحد فيكم حتى لو هاجر، حتى لو راح في اي بلد من البلاد، ما ينساش مصر. وان راح طلع بره وعمل له قرشين برضه عينه تبقى على بلد. وانا اللي شفته في بلاد بره ان المصريين، اوعى تصور ان المصريين كلهم شلق اللي بره ولا بتاع، في شويه منهم وحشين، فيهم شويه وحشين لا شك. انا شخصيا كنت ايام ما كنت اسيس هناك كنت ضدهم، اللي هم الجماعه الثورجيه اللي بتسمعوا عليهم دول. ولكن في ناس في منتهى العظمه، علماء وناس اولاد زي الفل، ونفسهم يخدموا البلد بتاعتهم، ونفسينا احنا ان احنا كل واحد فيكم يبقى اضافه طيبه للبلد، اضافه طيبه للبلد، ما يبقاش ابدا عباره عن انسان نكره. انا لا احب ابدا الشاب او البنت الهيفه التافهه اللي امها ربتها على الهيافه والتفاهه، شخصيه مصعصه. في شخصيه كده. اما انتم يا اولادي فان كنتم تريدون ان تكونوا شبابا فلتكونوا احرارا، ولكن الحريه التي ندعوها ليست حريه جسد ولا حريه الشهوه ولا حريه الفساد والانحلال، ولكن حريه الشخصيه القويه التي استطاعت انها تمسك بزمام ذاتها وتقدر انها تلعب دورا كبيرا جدا. الثلاث مصادر اللي يبنوا الشخصيه كويس قوي قوي، اول مصدر مهم جدا اللي بيبني الشخصيه هو التربيه الاولى، لدرجة ان في مدارس تحليل النفس بيقولوا ان الخمس سنين الاولى التربية الاولى مهمة خالص. وانا طبعا بكلمكم ليه؟ طبعا انتوا اذا كان حصل في حياتكم الاولى حاجات وحشة، ممكن الحاجات الوحشة تأثر عليكم تأثير سيء، تحطم، دي مش عاوزة كلام، تعمل يسموها بالانجليزي very bad implications، يعني تأثيرات سيئة جدا، حاجات عميقة، عقد يسموها العقد. وممكن العكس، العكس ان الحاجات الوحشة اللي حصلت في تاريخ الانسان تحوله الى ايه؟ الى انسان قائد وممتاز وعملاق. فمثلا اديكم مثل باحد اساتذتنا العظام اللي هو طه حسين. طه حسين في طفولته عمي بسبب جهل امه، راحت حطت على عينيه بتاع طيارتها، ولكن كان ممكن طه حسين بسبب عمى عينيه يضيع ويتحطم، ولكن طه حسين لانه كان عملاقا تحدى القدر وتحدى ظروف جهل امه وجهل التربيه الاولى، واستطاع ان يكون طه حسين اللي العالم كله يقول مصر بتاعه طه حسين. في واحده اسمها هيلين كيلر، وكلكم سمعتوا عليها، عم يا طرشه خرصان، كله مفيش حاجه. ومع ذلك هيلين كيلر كانت عندها حاجة واحدة بس اللي هي اللمس، صور اللمس، فاستطاعت عن طريق اللمس انها تتعلم الى ان تصبح استاذة في العالم كله، واستطاعت ان تصير معجزة القرن العشرين هيلين كيلر. يا سلام يا اولاد على العظمة. في حاجة يسموها في علم النفس constructive attitude of life، وفي destructive
الكونستراكتيف يعني البناء، والديستراكتيف اللي هو الهدام. زي اللي بيدرسوا في الطب عندكم، في خلايا بناءة بتبني الجسم، وفي خلايا يسموها الكانسر دي تاكل تحطم، ولذلك كل ما تكون نشيطة جدا تنهي على الجسم على طول، لدرجة الدكتور لما يكشف ويشوف الورم عمال يزيد 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 وعارف انها انتشرت يقول سيبوها ما تتعبوهاش، تقضيلها يومين وتعالي وتمشي. الانسان المسيحي عامة والانسان المؤمن الحقيقي بصفة خاصة هو الانسان الكونستركتيف اللي يخلي الحاجات الاولى بتاعت ظروف التربية بدل ما تحطمه تعمل ايه؟ تبنيه. هدي امثلة. انا يا سيدنا عيلة صغيرة اتولدت، ماما ماتت وانا كنت عمري 6 أشهر، وعشت مع مرات ابويا، مرات ابويا تعبت خالص وكانت 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 وكانت. طيب وايه اخباري؟ نفسيتي معقدة وبكره الجنس وبكره الستات وبكره الدنيا وبكره 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 ولست بكره. وغيرها ازاي؟ ما لست بكره. دي اسمها ايه؟ ديستراكتيف. واحد تاني يجي يقول لي سيدنا انا عشت في بيت وبابا اتجوز واحنا كنا صغيرين ومرات ابويا لما جات صحيح تعبتنا، انما انا حطيت في قلبي وقلت واد ذاكر وانجح واطلع من الاوائل ولازم تطلع معيد، وبقيت اتحدى وذاكر، وكانت مصروفنا قليل جدا، وكنت امشي وكنت ما ادور على القرش وما لقاش، ولكن كنت اشتغل بعض دور واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، وجاهدت ونحت الصخرة بأظافر يدي حتى استطعت ان اكون استاذا في الجامعة. طب وبعدين؟ والان انا تخصصت في ان اكون مرشدا لكل اولادي في الجامعة، كل ولد تعبان نفسيا لازم اقعد وساعد. انا اخذت دكتوراه في علم النفس سيكاتري، ودرست بالذات موضوع تأثير امرأة الأب على الطفل، وأخذت من الموضوع ده بحث وعملت دكتوراه وأخذت فيه مرتبة الشرف، وأخذت الزمالة من جامعة برمنغهام أو من جامعة لندن، وأنا الحقيقة دلوقتي في العالم بروح أدي أبحاث ودراسات قلبي حنين حنين أوي على النفس البشرية، ومحبش حد يزل حد ابدا خالص، وكل ما اشوف اي حد بيستغل اي واحد اتعب قوي، لان انا حنان وقلب حنين جدا واشعر بمتاعب الناس. ده ايه ده؟ كونستراكتيف. لمثل صغير بس عشان تشوفه. هتقول لي طب ازاي اتحول يا سيدنا من ديستركتيف لكونستراكتيف؟ الرد هو ان في آية موجودة في الكتاب بتقول كل ما يعمل للخير للذين يحبون الله. فاذا كنت مؤمن تآمن ان الله هو اللي رتب الظروف دي وان ربنا هو اللي بيعدك. دي نقطة اساسية في حياتك. نمرة 2، ان ايه الفايدة لما تقعد وتحطم نفسك؟ طيب ما تقوم وتتجرع وتشتغل، والناس بطبيعتها تحب الانسان العظيم. لما يجي لي من هنا في بوتيك واحد ويعرفني انا رئيس قسم في الجامعة في اسيوط، اقول له اهلا وسهلا سعادة الدكتور زي. لو جه يقول لي انا ساقط ثانوية عامة 7 سنين اقول له تشرفنا. وابص له كده هو وما انا شوف، رغم ان انا اسف واب وكل حاجه
انما لا شك ان الاثنين اختلفوا ايه في الميزان عندي، لان الواد اللي قاعد يتدلع وضيع حياته فيه انه سقط 7 سنين، غير الواد اللي ذاكر وطلع وبقى استاذ عظيم جدا. احب ان كل واحد واحدة فيكم يطلبوا من ربنا النقطة دي، يقولوا له يا رب ما تسمحش بان الحاجات القديمة اللي كانت في طفولتي وحشة انها تتعبني، بل بالعكس خليها سبب في ان تكون مصدر ايه قوة والهام في حياتي. النقطة التانية هي القدوة. من اهم الاشياء في تربية الشبان القدوة، خصوصا في البيت. لما يطلع الواحد يشوف بابا محب الماما، غير لما يكون العكس، بابا يجي على البيت يا سيدنا يقول له يا ابنود، يقول لي اقعد نكد على ماما لغايه لما تعيط، اول ما تعيط ينبسط وينام. مزاج مزاج. كنيسة بتقول اعطي مزاجا حسنا للهواء، واحنا بنقول اعطي مزاجا حسنا للنكد. يا رب ده راجل نكدي. ومع هذا شوفوا، خدوا بالكم من الفرق بين الاثنين. شوفوا الفرق بين الاثنين، ان الاب اللي بيحب زوجته ويكون في البيت حياة محبة ومجال مسيحي صحيح، يترعرع الاولاد ويطلعوا على حد تعبير كوست بندالي في كتابه المعنى الانساني للجنس، يقول ان الطفل يستطيع ان يعرف الله من خلال الاب. اما ان يرى الاب يرى فيه الله، ولذلك يفهم الطفل الثالوث عندما يعرف الاب والام والبيت انهم في ايه، في وحدة واحدة، في وحدة واحدة. هتقولين طب افرض ما عندناش القدوة دي وعندنا النكد والغم والهم ووجع القلب اللي الكنيسة بتصلي وتقول انزحه عنا، وبعدين يقف الاسقف يقول وعن سائر شعبك كله ابعدوا عشان نعرف نصلي. شوفوا يا اولادي، اذا حدث انك وجدت في البيت مفيش قدوة كويسة، اوعى تدخل في المشكلة، بيسموها بالانجليزي don't be involved، يعني ما تتحشرش قوي، ما تدخلش خالص فيها، ويسيب دي ويسيب دي ويسيب دي ويسيب دي، ويبقى قاعد في البيت ويسمع في الصالة الماتش وحاصل وعمال، وهو داخل جوه في الأوضة بتاعته وعمال يصلي ويقول يا رب غير قلبهم يا رب غير قلبهم. ما رأيكم إني وجدت في حياتي إن بسبب بعض الأولاد أو البنات من قداستهم ومن حلاوة العشرة مع الله استطاعوا أن يغيروا والديهم بعد سنين؟ يبص الام كده تشوف البيت تلاقيها زي الملاك، الام نكديه وتقعد تشخط فيها وتنكد عليها ونفسها ان بنتها تقعد تشتم فيها، والبيت تقول لها انا خدمتك يا ماما اللي انت عاوزها، تقومها من على المذاكره وتقول لها قومي اعملي الغسيل في ام الغسيل، تقول لها قوي قوموا قوموا هات وتعمل لها الغسيل تمام، وتقول لها قومي مش عارف وضب يصير الشراب بتاع اخوك، والشراب بتاع اخوها ريحته معفنه، ويتوضب وتخدم. وبعدين الروح القدس، الروح القدس ده ليه شغل. عارفين ايه الشغل بتاع الروح القدس؟ انه يجي في الانسان ويشتغل سرا. عمل الروح القدس عمل سري
يقوم يقبل الام اللي بعيده عن ربنا وما بتروحش الكنيسه ولا شوفي بنتك شوف وديعه ازاي شوف بتذاكر وبتطلع الاولى ازاي اللي ما عمرها زعلتك اللي ما عمرها ضايقتك اللي ما عمرها اصل انا سبب النعمه اللي فيها انا دخلت الى قلبها فاحببتها لقد صارت هي عروسي وانا عريسها وصار قلبها جنتي ادخل واخرج ولا يدخل احد غيري ولا يخرج منها الا انا صاحب هذا البستان. تبص تلقى الست ابتدت دموع في عينيها ويجي يدخل ابونا يزور البيت مره من مرات ويفتح الانجيل تلقى حصل تغير في البيت والست ما دام اتغيرت الحكومه تروح مغيره الراجل تقول له تعالى ورايا امشي يجي وياها ويجي الكنيسه وتلقى البيت اتغير ولا ما اتغير شيء تبقى بركه كبيره جدا جدا. اي اني اريد ان اصل الى نتيجه وهي انه من السهل على تربيه الشباب تربيه عظيمه لو في قدوه ولكنه ايضا لا نيأس لان املنا في الروح القدس انه يستطيع ان يصنع معجزات في البيوت وان لم يصنع فعلى الاقل نحن قد استفدنا. شفنا ازاي لما بابا وماما بيتخانقوا وازاي البيت بيبقى وحش ونكدي فيقوم لما اكون انا بيت احرص على حياة الايه حياة الوحدة وحياة المحبة. نقطة ثالثة المجال العملي والتطبيقي في تنفيذ القيم. ما اسهل الكلام وما اسهل الكلام عندنا وعظ كتير جدا عندنا وعظ في الكنائس وعندنا وعظ في التلفزيونات وعندنا وعظ في الشوارع وعندنا وعظ في الناس بلد مليانة كلام وقليلون هم الايه الذين ينفذون. وعشان كده انا نفسي اولادي انكم تتحولوا الى اناس مختبرة مختبرة ودي تتصنع بالحياة العملية عن طريق قبل الاعتراف مثلا بتشعري بالغضب زي بنتك اللي بتقول لي انا غضوبة جدا دي قضية من القضايا ليها اسباب انا ما جايز سببها ان عصبية جايز سببها كبرياء جايز سببها انها قرفانة من نفسها جايز سببها صغر نفس جايز سببها البيت جايز سببها فشل في الدراسة ما عرفش في اسباب كتير جدا ولكن ثقوا ان الانسان فينا لما يجاهد ضد ذاته احنا نعمل اللي علينا وربنا يعمل اللي عليه. تبص تلقى ربنا حول الانسان الفاسد الى انسان قديس. مين كان يقول ان موسى الاسود يبقى قديس؟ مين؟ موسى الاسود ده كان مفترس كان وحش وبعدين سمع عنه انه بقى قديس. فواحد راح لابو مقار وقال له نفسي اشوف موسى الاسود. قال له ادخل في البرية وروح واسأل عليه. فمش دخل جوه لقى واحد كده متلفح قوي ورفيع قوي زي العود كده وسويد واسمراني خالص وبتاع. قال له يا ابو ما تعرفش موسى الاسود؟ قال له عاوزه فين؟ قال لي نفسي اشوفه. قال له ده وحش وقعد يشتم فيه. قال له ما تشتمش موسى الاسود. قال له لا ده انا عارفه ده وحش وقعد يشتم فيه. زعل واتغم وراح لابو مار يقول صور بقى في البريه بتاعك واروح امشي. قال في ناس يقعدوا يشتموا بعض
قال لي ازاي؟ قال انا رحت لواحد وبقول له نفسي اشوف مثل اسود، قعد ينزل فيه شتيمه. قال له يوجد في البريه واحد فقط يستطيع ان يداري على موسى الاسود بهذه الاهانات، وهو مين؟ موسى الاسود نفسه، انك قد قابلته هو. تصور هذا الوحش يصير حمل ويصير قديس. النعمة تشتغل كده يا ولاد، النعمة. انا ما اقدرش اتصور ابدا اكثر من هذا. ويا ما شفت شبان كانوا وحشين، وحشين خالص خالص خالص، سكرية وحشاشين وفاسدين وماشيين مشي بطل جنسي وكل حاجة. وأول ما النعمة تدخل في حياتهم تغيرهم، تقلبهم كده، تحولهم إلى قديسين. الكتاب وعد وقال أنا أصنع كل شيء جديدا. انتوا عارفين سر عدم تجديد حياة أولادنا هي ايه؟ إن ما بيمسكوش بالوعود أبدا، مزيكش. يروح لقبل الاعتراف وبعدين قبل الاعتراف يقعد وياه ويقول له تقدر تتغير يا حبيبي، يقول له مش باين يا ابوي مش باين، انا حاولت كتير قبل كده، اصل انا قاعد في ظروف وحشه ولا اي حاجه. هذا المصيبه لما ابوه كمان يكون ضعيف التاني، يقول له يظهر برضه هو كده برضه. يتلموا هما الاثنين على حاله الضعف، وتبص تلقى الواد وصلت النتيجه بتاعته الى ايه؟ الى الضياع. ويذهب في الاخر يقول لك انا رحت الكنيسه 100 مره ولم اتغير، ما انا مش رايح تاني. اولادي ان اردتم ان تكونوا فعلا شبان علشان الجيل اللي احنا عايشين فيه، ندخل في النقطه الاولى اللي هي الاساسيه، وهي الاختبار الروحي الصادق. العصر بتاعنا عاوز اختبار روحي صادق، مش عاوز بكش. كان زمان ممكن الواحد يبكش يجي الكنيسة ولا حد دريان بيه، يقعد قاعد في الكنيسة وطالع ولا اي حد. على رأي واحد كان في مريمينة زمان، كانت جت ظروف وانا مشيت من شبرا من الكنيسة دي، وقال لي جالي في الدير، قال لي يا ابونا انطونيوس، قلت له نعم، قال لي انا مفلوق، قلت له ليه؟ قال لي في واحد زبون بيجي عندنا في الاجتماع مغاصب. قلت له مفلوق منه؟ قال لي اه. قال لي مفلوق؟ قلت له مفلوق. قال لي مفلوق خالص. قلت له ليه؟ قال لي اصله مواظب على حضور الاجتماع، وبعد ما يطلع من الاجتماع على الناصيه فيه راجل اسمه خريستو بتاع خمره، يقوم يدخل الخماره ويشرب لغايه لما يبقى طينه، ومواظب على الاجتماع ومواظب على الايه؟ على الخماره. ده الكلام ده، دي مشكله كانت في الدير جايالي كده. قلت له طب وانت زعلان ليه؟ قال لي زعلان شرفني قوي، لاني لما بيقعد هو عدد اللي في الاجتماع، الاجتماع بتاعه كان تعبان قوي، فبيقعد كده وريحه الخمره بتاعته بتفج كده في بقي وفي ريحتي، ببقى قرفان من وشه. قلت له طب وايه رايك؟ قال لي رايي مش عارف، انا قلت استشيرك. قلت له شوف اقول لك حاجه، انت عاوز الاخ ده حاجة من اتنين، يا اما انه يحدث في الاجتماع حرارة روحية، يقوم يحدث حاجة من اتنين، يا الاخ ده يتغير يا الاخ ده ايه؟ يطفش. واختار لك حاجة من الاتنين. قال لي لا انا عايز يتغير. قلت له يلا شد حيلك. راح متحمس من الدير وقال ايها الاخوة، الاجتماع هيبقى فيه اجتماع صلاة بالساعة، والاجتماع هيبقى فيه وكلنا هنصلي ونبكي لله انه يغيرنا كل حاجة. هو قال الكلمتين والزبون السكري ده راح سايب الكنيسة وطلع جاري. طفش، مرضيش يستحمل مجرد الاعلان، خلاه ايه؟
الطفش. اولادي انا عاوز انبهكم الى قضيه مهمه جدا، ان لا تعرجوا بين فرقتين، وخدوا بالكم من نقطه مهمه، ان ممكن جدا انت بعد سنتين ثلاثه تسافر وتطلع سويسرا، تطلع النمسا، تطلع فرنسا، زي ما بيشوف ولادي انا هناك في النمسا بيوزعوا جرايد، وفرنسا بيجمعوا عين سويسرا بيلحسوا الاطباق في الفنادق بينظفوها، وفي لندن بيكنسوا الشوارع، وكل واحد اهو بيجري ورا لقمة عيش عشان يجيب قرشين. اللي بيحصل اذا ما كانش الشاب هنا معاها اختبار روحي صادق، عارف اول ما يسافر بره بيحصل له ايه؟ بيجرى له ايه؟ بيضيع من ايه؟ بص تلقى اهل السوء واهل الشر يجري ورا الفلوس وضاع، يا ورا الجنس خصوصا الجنس، لان هنا ما تتصورش ان كل البنات القديسات اللي هنا قديسات، تصدقش ولا تصدقش كل الاولاد الملائكة اللي هنا ملائكة، انا فاهمهم وحافظهم يعني وشفتهم بره يعني شفتهم. لا 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 لا, لا, لا. احسن حاجة بتكشف العيال اللي شغلانة ليه عبر البحر المتوسط، هو يعدي الميه وهناك يبان الايه عشان الحريه، حريه كبيره خالص، لا ماما ولا بابا ولا حد ولا شايفك ولا حاجه، وكل حاجه سهله وكل حاجه. مين اللي يقدر يثبت؟ مين ده؟ انا شفت نماذج بره الديسين، شفت شبان في لندن دكاترة بيذاكروا بياخدوا اف ار سي اس وام ار سي بي، بيصحوا الساعة 4 الصبح عشان يعملوا التسبحة. انا اؤكد ان في منكم ما بيعملش كده، لما انا هيخطب بس يعني اصل انا ذوق شوية يعني مش راضي اقول الحكاية دي، انما هي كده فعلا. اتصور واروح للولد وبعرف ان الامتحان بتاعه بعد شهر ولا اي حاجة، واقول له ازيك يا ابني واخبارك ايه ولا اي حاجة، يقول لي صلي لي انا عندي امتحان الزمالة بعد شهر. طيب اخبارك الروحية ايه؟ يقول لي انا تعبان شوية لاني الهوس الثالث زوخت منه في اليوم الفلاني، والهوس الثاني زوخت منه في اليوم الفلاني، انما الحقيقة عامة طول الاسبوع بقول الاربع هوسات وبقول صلاة نص الليل وبقف اسبح وبروح الكنيسة في اجتماع الصلاة وبروح الكنيسة في القداسات على حسب النبطشية بتاعتي. وزي الملاك وشه يضيق لو ولد صورته ملاك حاجه في اخر العظم. وممكن جدا البنات بتوع لندن يكونوا بيبعتوا له جوابات غراميات الدنيا والاخره، ونفسهم يشتهوا لاحد ويرمي ويقطع ويرمي ويقطع وكل ولا بيسال ده يعني ليه؟ عارفين ليه؟ لانه ايه؟ اتبنى هنا وراه كان كنيسه، وكان وراه خادم روحي حلو رباه. امال ليه انا امبارح قعدت مع الخدام والخادمات؟ قلت لهم يا ولادي ما كنتوش هتخدموا الاولاد خدمه روحيه حلوه هيضيعوا. دي بالنسبه للناحيه الروحيه ومش هطول فيها. نيجي نمسك من الناحيه النفسيه، البناء النفسي ازاي انك تقبل نفسك؟ دي قضيه مهمه جدا. بعد ما اتكلمنا على اختبار المسيح اللي فيا، وبعد ما اتكلمنا عن ازاي الشركه وازاي التناول وازاي التسبحه وازاي قرايه الانجيل
وازاي الحب الصادق وازاي مقاومة كل المغريات بتاعة العالم. هذا هو الاختبار. محك بعد ما اتكلمنا عن الناحية الروحية دي، في ناحية نفسية مهمة جدا عاوزينها في الشبان في الجيل ده، انه يقبل نفسه، يقبلها. لان اكبر حاجة وحشة موجودة في الجيل ده التذمر. زي الصحة يا ابني زفت، وازاي الحال تقرف، وازاي الاخبار حاجة ربنا ما يوريك عيشة، وكل واحد قرفان. اللي غني فيهم وعنده ايراد كبير قرفان، ولاد الفقير قرفان، والواد اللي بيذاكر في الجامعة أرفان، والواد اللي ما دخلش الجامعة أرفان، والواد اللي مش عارف عايش مع أبوه وأمه أرفان، والواد اللي ما عندوش أمه وأبوه أرفان، والواد اللي مش عارف إيه أرفان، والواد اللي إيه أرفان. الأخ أرف باختصار يعني اسمه الأخ أرف. وخلي بالكم إن دي قضية مش سهلة. شوف الكتاب بيقول إيه، بيقول إيه، ولا تتذمروا كما تذمر على شعب اسرائيل فاهلكهم المهلك واكلتهم الحيات والعقارب ومات منهم في يوم واحد 18,000. وبعدين يقول الكتاب وهذه الامور حدثت لنا مثالا وإيه وإنذارا، نحن الذين انتهت إلينا إيه أواخر الدهور. إزاي تقبل نفسك؟ دي مهمة. أشرح شوية حكاية قبول النفس، دي مهمة أصلا. الإنسان الذي يقبل نفسه يعني معناها عرفها كويس، عرفها، درس. أنا اجتماعي، انا مثلا ما عنديش تركيز كتير في الدراسة، انا مثلا ما بحبش الرياضة ولكن احب العلوم الادبية، انا احب الفنون الجميلة ولكن ما بحبش الفنون، ما بحبش الدراسات الادبية او اي حاجة. درس نفسه كويس او عارفها كويس، حافظ بحاجة جوه كده اسمها الاستبطان. استبطان يعني الواحد يدخل جوه نفسه ويشوف تاريخه ويشوف نقط المواهب ويقدر يشوف حاجات كتير ويقدر يشوف عن طريق المرشدين. فلذلك المرشدين في الكنيسة دول مهمين قوي، بس للأسف قليلين كتير قوي من اباء الاعتراف يبقى قاعد مع الولد او البنت هو مش حاسس بيها، مش حاسس بيها، قول يا بنت ايه 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 ايه، وبعدين طيب هات راسك وتقولي التحليل يلا زق بالسلام. ايه ده على فكرة واعتبروا ان ده اعتراف يا بنات، ده مش اعتراف، ده مش اعتراف. عارفين الاعتراف هو ايه؟ الاعتراف هو ان الاب يبقى اب. عارفين يعني ايه يبقى اب؟ يعني يبقى عرف نفس ابنه او بنته ودرس كل دقائقها وفهم ينابعها وابتدى يضع يديه على مواضع القوة وعلى مواضع الضعف، وابتدت مواضع القوة ينميها ومواضع الضعف يعمل ايه؟ يصلحها. زي الدكتور، الأستاذة الدكتورة اللي أنا بروح لها في لندن كل 6 أشهر علشان العلاج حفظت الحالة بتاعتي ومفهماني كده أني لازم أمر عليها كل 6 أشهر. صدقوني أن الكشف بتاعها ما بيزيدش عن 3 دقائق. 3 دقائق أول تقول لي I want to touch only touch، تروح حتى صوابعها كده والفينجر، اول ما تحط صابعها كده
وحتى كمان ما بتقولش ديب بريس زي الدكاتره اللي عندنا ديب بريس مش ديب بريس، ما ده شغل بتاع طبيبة الامتياز اللي لسه بتاعت اول امبارح دي، انما هناك فهمت كل حاجه وخلاص، فهمت كل شيء خلاص. اول ما تحط كده تقول لي اوكي اوكي اوكي، وتروح تقعد معايا وتقول لي انت بتشعر بكذا وانت حسيت بكذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا. وعلى راي الاستاذ بقى الرئيس القسم اللي هنا اللي في مصر يقول لي انت بتروح للاستاذه دي لانها استاذه رئيستي واستاذتي دي الكلمه بتاعتها اثمن من ثمن تذكره الطياره اللي انت بتدفعها، كلمه اللي بتسمعها مالك ليه؟ عارفين ليه؟ عشان ايه؟ تقدر تقول لي ايه السبب؟ ليه؟ الخبره، خبره، خبره. ولذلك النهارده لو يبقى في الكنيسه في شبان ممتازين يجي يقولوا احنا خلاص هنسيب العالم وهنتكرس في خدمه الرب، او بنات يقولوا احنا هنعيش في بيت المكرسات خلاص وناجحين وفالحين، فالحين كويس قوي قوي قوي. دول يخدموا الكنيسه ويخدموا المجتمع لانهم بيتفرغوا، ما بيبقيش وقتهم كله عشان قرف العيال وتعب العيال وهم العيال وشغل العيال وعيال عيال ومامي ودادي وباي ومش عارف مين وهذا لسه كده وحماتي ومظهر اللو، يعني ما حماتي دي كمان خطيره ما تنسيش كمان ما المظهر اللو اللو مظهر اللو يعني معناها هي اللي توديك للقضيه للو مظهر اللو يعني الام في حموات الديسات كثيره. المهم اللي انا عاوز اوصل اليه النتيجه يعني يا بنات واولادي ان قبول النفس انطلاقه زي حكايه الصاروخ اللي بيطلع للقمر، مش ممكن يطلع الا اذا كان اتوضب واعد اعداد صحيح وانطلاقه سليم جدا. فكمان الشبان بتوعنا لا يمكن ان ينجحوا في حياتهم العمليه الا من منطلق قبولهم لشخصياتهم. بنت شكلها مش جميل، ايه يعني خربتش الدنيا، انما طول ما هي متذمره علشان شكلها مش جميل مش هتنجح في حياتها. انما هي وهي تعلم على انها نشأت وهي ليست جميله الوجه ولكنها عندها مواهب تعوضها عن جمال الوجه، فهي عبقرية الفكر وهي قلب كبير جدا وهي اجتماعية عظيمة جدا. مسكت الثلاث مواهب دول عوضتها زي ما جت بنتي زمان انا لا انسى هذا، وقالت لي سيدنا كنت ساعتها اسقف عام في سنة 75 في مصر، وبعدين جت بتعيط تقول لي ذنبي ايه انا زرقاء؟ يعني زرقاء؟ قالت لي وبتعيط قلت لها ما تفهمين يعني؟ قالت لي ماما كل شويه تقول لي يا زرقاء يا زرقاء يا زرقاء يا زرقاء. وبعدين انا ما فهمتش، قلت لها هي البت صحيح سمراء قوي غامقه يعني، انما مش مشكله يعني مش هي دي. الانسان ما هوش عباره عن لون الجلد، ده الانسان ده روح وفكر وشخصيه. وبعدين قلت لها طب وبعدين؟ قالت لي انا اتحطمت وانا مش عارف. قلت لها ايه؟ قالت لي انا طالبه في كليه هندسه في جامعه حلوان والمولي وايه اخبارك؟ قالت لي انا بنجح جيد جدا ولكن عرفت بالدنيا عاوز انتحر. قلت لها لا انا عندي حل. ورحت ضحك وياها وقايل لها نكته خليتها كركعت من الضحك. دي اول ايه حاجه علشان واول ما اتمسحوا دول. وبعدين انا جيت قلت لها اسمعي انا اقول لك حاجه، انا عندي حل ليك. قالت ايه؟ قلت
له شوفي احنا انا اكون ليكي اب. قالت لي ده شرف لي. قلت لها لا خلاص صدقيني كده انا ايام يور فاذر وهديكي كل شهر ساعتين للتوجيه واي وقت انت عاوزه فيه اي حاجه انا مستعد. طيب اوكي اوكي. ساعتها ماشيه 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 ايه رايكم طلعت بدرجه الشرف بالبكالوريوس. عارف اول ما نجحت وبقت حاجه عظيمه جدا 20 عريس بقوا يجروا وراها. فاللي انا عاوز انك تعرف ايه هي مهمه جدا اللي كان ممكن جدا ان هذه البنت لو ما عرفتش نفسها وما قبلتش نفسها ما كانتش وصلت للحاله اللي هي اديت بيها. قالها في بقى لما بس للاسف كنت سافرت ما عملتلهاش الفرح. انا كان نفسي ان انا اللي اعمل لها الاكليل لان يبقى جيب لي ماي بليجر ان بنتي دي انا اللي اعمل لها الاكليل وابقى فرحان بعريسها وهي وبيتها وابقى انا المسؤول عن هذا البيت. ولكن اللي حصل الظروف كده. عارفين ايه النصيحة اللي اديتها لها؟ انها لما تجيب ولاد لا تفرق بينهم بسبب الايه؟ بسبب لون البشرة. ولكن على العكس قلت لها ان كان هناك شيء من التحيز يبقى الانسان اللي اقل جمالا هو اللي يزيد ايه؟ اللي زاد له ايه شيء من الحنان اكتر. واخذت هذا العهد واعتقد انها نجحت في هذا نجاح كبير جدا. النقطه الاخيره بقى احنا الموضوع بتاع بناء الشخصيه احب اراجع النقط. اخذنا في المقدمه ثلاث مصادر لبناء الشخصيه. النقطه الاولانيه هي السنوات الاولى للايه في التربيه. والنقطه الثانيه هي القدوة. والنقطة الثالثة هي المجال العملي لتطبيق المبادئ والتوجيهات الحيوية. وبعدين اخذنا مجالات ثلاثة. مجال الروحي وقلنا احتياج العصر النهاردة الى الاصالة. الاصالة في الايه؟ في الاختبار الروحي. ما يبقاش بكش. ما يبقاش نفاق. ما يبقاش كذب زي كثيرين في الكنيسة من كبير لصغير كالآخر منافقين وكذابين ولكنهم ليسوا روحيين. إنما الإنسان الروحي الصادق اللي هو قلبه زي لسانه بحبه لمسيحه وبلده ليس خوفا ولكن صدقا وأصالة. هي ده المسيح. هو ده المسيح. وعشان كده الإنسان اللي بيبقى كده ما يخافش. ننقل على النمرة اثنين اللي هي ايه؟ احنا خلصنا الأصالة في الحب. مش كده؟ في الحب الإلهي. في المسيح اللي فيه. مش المسيح اللي بسمع عنه في الكنيسة. مش المسيح اللي هو بتاع أب اعترافي. ياما كتير قوي في الكنيسة كل حاجة يا بونا يا بونا يا بونا يا بونا كل حاجة كتير أعوذ بالله. ولا عندها أي اختبار ولا عندها أي حاجة ولا كل حاجة ومتلزقة وتيجي تعيط لأبونا عشان أبونا يقول لها الكلمة اللي هي إيه عاوزها. تروح تقول ابونا الاهلي بلاش بكش بقى ما تخلينا صادقين ولا حاجة. قول انا عاوز كده قول انا عاوز كده خلاص. ولكن حكاية التلزيق لأب الاعتراف وحكاية التلزيق للجو الديني وحكاية التلزيق للعلاقات اللي بتاع ده كل ده زي بيقولوا عليه كأوراق الحرير. عارفة ساعة الضيقة ساعة الضيقة تدوري عن الناس دول كلهم اللي ملزقين تليهم ايه تلقي اللي منافش وعامل نفسه اسد يبقى جبان واكبر واحد عامل اسد او يبقى اكبر واحد جبان.
ليه؟ لانه اصله مش اصيل، مش اصيل، مش الاختبار، مش النعمة، مش الحب، مش المسيح هو اللي سند، ولكن ده كله بكش، كله ده كله بكش. اما انتم فان احببتم الرب من كل قلوبكم لا تخافوا شيئا ولا ولا تشتهي شيئا، زي ما قال أغسطين، لا اخاف شيئا ولا اشتهي شيئا. مش عارف الأصالة مع الناس اعرفها واقبلها وابذلها، ابذلها. انا انسان معطي مش انسان اناني، ولكن لا استطيع ان اعطي الا اذا كنت ايه؟ مين يقدر يقول لي الا اذا كنت ايه؟ الا اذا كنت اخذت اللي هي الاختبار بتاع نمرة ايه؟ عشان كده نمرة واحد قبل نمرة اتنين، فاللي ما خدش المسيح ما يقدرش يدي ازاي ده؟ تبص تلقى البنت معاها الكراسة مثلا، وممكن جدا تساعد اخت زميلة ليها مسلمة امها ماتت ولا حاجة، قالت لها اديني الكراسة اسبوع بس، وفعلا بنت صادقة. لا لا ما عيش الكراسة، مش معطية، ما عندهاش العطاء، ما عندهاش الحب. انما يجي انت الحب ده لما تحس بالحنان، لما تحس بالمسيح اللي فيها. انا تملي كان عندي في المكتب كده، هو عندي سؤال حطه تملي، الرجل اللي جايلي ده وداخل ويقول لي ازيك يا سيادنا، كله حتى مسلمين ومسيحيين يقولوا يا سيادنا عنك، ازيك يا سيادنا. انا ما عارفه لابس، كلهم لابسين البيل اللاسة كده، هو والجلبية والبتاع والزعبوط والمداس والبتاع، شكل واحد. ما بصش ولا اسألش ولا اقولوش اسمك ايه، اقول له اسمك ايه ليه؟ مش عاوز اعرف، لان لو قلت له اسمك ايه ابقى عاوز اعرف ان هو مسيحي ولا ايه، ولا مسلم، علشان يبقى بغير الميزان. ولذلك يسموا الانسان اللي يقول لك طوبى لانقياء القلب، عارفين كلمه النقاوه بيسموها سيمبل، والسيمبل دي في الانجليزي مسمينها سيمبل، يعني يعني واحد يعني بيتعامل مع ده زي ده زي ده. عارفين الفلاح اللي يدخل عندي في الاوضه ببص له زي المحافظ، بقول لو دخل السيد المحافظ، كان ليه صديق حبيب إلي جدا اسمه اللي هو كمال الحديد، الله يرحمه ويحسن إليه، محافظ المنيا، كان إنسان راجل وذكي بدر المحافظ بتاعكم ده، كان برضو معانا شخصية من أحسن شخصيات طلعتها الداخلية، كانوا الاثنين دول عندنا في المنيا. فكنت لما أحط ميزان، الميزان اللي عندي كده هو ان اقل فلاح زي اكبر واحد في هذه الشخصيات، بعملهم زي بعض ولا لا؟ انا عملت الراجل الكبير اهلا سعاده البيت، والواد الفلاح اقول له مش هولا، ابقى انا انسان ايه؟ انا انسان مش مسيحي، حتى رغم الدقن والعكاز الصليب والبكش ده كله، ده كله ده كله ده شكل، ولكن الاصاله من جوه مفيش، لان اللي من جوه مفيش بذل، مفيش بذل. ولو اعرف ان اللي دخلالي ست يتي ارملة وعندها ست عيال، وعارف 100% انها دخلة عاوزة فلوس كتير، لو بقست وحزنت وعارف ان في واحد داخل هيغمزني وهيقول لي خد للمطرانية ظرف في 1000 جنيه، انا انبسطت من دي وكرت دي، ابقى شكل وليس ايه؟ وليس مضمون. انا بقول لكم هذا الكلام كله علشان حياتكم العملية الصادقة، عشان حياتكم العملية الصادقة انكم ان حبيتوا انكم تبقوا رجالة صحيح، هي دي، هي دي، انك تعرف نفسك وتقبلها وتبذلها. فضلت الناحية الأخيرة اللي هي الحياة الاجتماعية، أنك لا تشيئ الإنسان، لا تشيئ الإنسان. تفهمنا ولا مش فهمنا؟
مش فاهمين انا اهل طبعا. يعني ابن الانسان شخص وليس ايه شيء. He is a person and not something. شيء. الخطيئة في معناها الاصيل هي هذه، انك تحول الشيء تخليه الى شخص، وتحول الشخص تخليه الى الى شيء. اشرحها عشان دي هي النقطة الهامة جدا في المجتمع واللي لازم تاخدوا بالكم منها. مثل على شخص بقى شيء في الزنا. الزنا هو ان الانسان يتعامل مع جسد الاخر على انه لذة، على حد تعبير كوست بندلي في كتابه المعنى الانسان للجنس، يقول لك كده، يقول لك اللذة للحظة، واما المتعة الزواجية فهي الى الابدية، حب الزواج زوج. الفارق بين الزنا وبين الزواج هو هذا، هو ان الانسان الرجل يريد المرأة لا انه يريدها جسدا، ولكنه يريدها شخصا. فاهمينها ولا لسه برضو؟ لسه نعاد نعيد. يعني الانسان الذي يريد الجسد هو انسان حيواني، بل اسمح ان اقول لكم انه اقل من الحيوان. ليه؟ لانه يريد ان يلغي من الانسان الاخر كيانه. انا فكر خلاق، انا ارادة واعية، انا نفس طواقة، انا روح عالية، انا جسد اعيش على الارض. انت تلغي كل هذا ولا تريد الا شيئا واحدا، فانت قاتل. ولذلك يا اولادي ان السيد المسيح له المجد عندما تعامل مع الزواني والزنا، كل اللي عملوا وياهم انه رفع انسانيتهم. بدل ما هي وقعة عند حد الجسد قال لها لا 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 لا, لا انا مش هبصلك على انك انت حتة جسد مستهلك، انا هبصلك على انك انسانة. قوم يا بنتي لا تخطئي. فاذ بنى شخصيتها صارت المجدلية، وصارت القديسة، وصارت مريم المصرية، وصارت كل هؤلاء القديسات. وهكذا نحن يا اولادي عندما نريد ان نختار شريكة حياتنا، احيانا نكون زناط في افكارنا. يبقى الشاب عامل نفسه متدين وهمه كله الشهر، وحضرته الديس هذا المصيبة على الديس. ناسي ابدا. انا ما بنكرش في الزواج ان هناك في انجذاب جسدي، لا انكره ابدا، بل يجب ان يكون، وما هعيش معها ازاي؟ لكن في صحيح تلبسي، والتلبسي دي فيها الجسد وفيها النفس وفيها الفكر وفيها الإرادة، ولكن أهم شيء أن فيها الشخص. ولذلك الراجل الناضج لما بيروح يتجوز بيروح للأب ويقول له أنا عاوز بنتك، وبيقول له أنت عاوزها عشان إيه؟ مش يقول له عشان مطينة، ولا يقول له علشان خاطر أصلها عندها مهية، ولا يقول له ممكن يكون عنده الإرادة دي ومخبيها مسكين، ولكن هو باصص على إنها كشخص يستطيع أن يصنع معها حوارا.
ويصنع معها حبا ويصنع معها شركة ويسير الاثنان واحدا. وهذا هو قصد الله من الزواج، وهذا هو قصد الله من الانسان عندما خلق الانسان. لذلك اولادي احب فيكم جدا هذه الاتجاهات الانسانية، انكم تكون عندكم الاصالة الاجتماعية انكم لا تشيئوا الانسان. وضربت مثلا بالزنا، والمثل الاخر هو بالديكتاتورية، ان الديكتاتور انسان عاوز البني ادم يبقى ايه تابع، تعال ورايا هنا اللي انا اقوله لازم ايه تقول ويمشي. يا سلام على الاب الدكتاتور، بيخلق ناس ما بيخلقش ناس في البيت، بيخلق عبيد، بيخلق عبيد وبائس لان اصله عبد لذاته. ولكن الانسان الروحي هو الانسان اللي يشقى كتير علشان يربي اولاده ويطلعهم رجالة ويصنع معهم حوار ويقنعهم ويخلوا شخصياتهم قوية. والنقطة الثالثة ايضا في التشييء هو التعصب، هو التعصب انك تكره الزميل بتاعك في الجامعة علشان انه مختلف معاك، مختلف معاك في المذهب، اصله بروستانجي، اصله مسلم، اصله مش عارف ايه، اصله ايه اصله. طب جنبه مش المسيح قال هذا الكلام وضرب المثل بتاع التامر الصالح؟ عاوز حضرتك تبقي انت في الكليه صحيح بنت تمام، وريني محبتك، خصوصا لما تكوني دكتوره في الكليه كده. انا رحت اسال على ابن قسيس حصلت له حادثه عندنا، ورحت دخلت المستشفى، طبعا كل الدكاتره بصوا لقوا سيدنا اللي لابس الاونه كبيره ولبس البتاع دي، مسلمين على مسيحيين كلهم جم جاري ولا بتاع، اهلا وسهلا، الا قال اهلا يا ابونا ولا قال اهلا يا سيدنا. انا كل واحد منهم اخذته بالحضن وبوسته، لا سالته قلت له اسمك ايه ولا دينتك ايه ولا اي حاجه، قلت له زي ابننا اللي حصلت له الحادثه ده، قال لي عنينا دي وطول النهار جنبيه، وطلع ان فيهم واحد ولد مسلم كان تلميذي زمان في النقراشي، اول ما عرف اسمي بقى قعد يبص فيا ويقول لي يا سيدنا اعتبر نفسي انا خدامك هنا في المستشفى. يا سلام يا ولادي على الحب، صدقوني اني اكلمكم من كل قلبي، احب بلدي واحب كليتي مهما حدث لي احبها بل وازيدها حبا. وعلشان كده انا جاي اكلمكم عشان تكونوا ايجابيين ولا تبقوش متحطمين ولا تبقوش بائسين ولا تبقوا سلبيين. انا عارف ان الظروف صعبة في الحياة الاقتصادية، انا عارف ان الواحد منكم يتخرج ياخد له 40 اهيك ولا 40 اهيك ولا ينفعه بنكلة ولا يجيبوا شقة عيش مش شقة بتاع. انا دريان، انا دريان كويس بهذا، وعارف انك هتشقي كتير علشان تختاري شريك حياتك الصادق. ولكن اختم حديثي واقول الله ابونا السماوي الذي نزل من السماء وتجسد واعطانا المعجزة ان نصير نحن اولاد الله يصنع مع كل واحد فيكم معجزة حتى عندما تنتهي ايام حياته يجيب عياله الصغيرين ويقول لهم وفي هذه كلها يعظم انتصارنا للذي احبنا. يتمجد اسم الله العظيم، له المجد والكرم من الان والى الابد.